اروح لضيفتي استاذه هبه فتحي واقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب بألف خير يا هاني، كل سنه ومصر كلها طيبه. المصريين بيغيروا على المصريين اللي زيهم في كل انحاء العالم. المصريين شعب رد فعل دايما مش فعل، ودايما بيغيروا على وطنهم جدا جدا جدا. ممكن بقى الواحد منهم صاحي يقول يوه النهارده شغل والدنيا وحشه، بس اول ما يلاقي حاجه بتمس وطنه بيعرف يرد كويس. بس كمان اجمل حاجه فينا حس الفكاهه، يعني احنا ما بناخدش الامور على عاتقنا قوي، لان احنا عارفين ان دايما في استثناء. الاستثناء ده دايما بيقلقنا، لكن يعني مش بيلخبط علينا العلاقات او العلاقات الاستراتيجيه بين الدول او ايا كان اللي بيتكلم. فلما يطلع شخص 1% ولا حتى يمثل 1% طبعا، احنا بالنسبه لنا بناخده كده زي ما تقول ايه بقى، استباحه. يعني احنا استباحه المصريين هم يصحوا كده يتريقوا شويه عليها وبعدين خلاص الموضوع يتقفل. يعني هو مهما حصل برضو مصر بالنسبه هي ام الدنيا طبعا. بالنسبه لكل الشعوب ولكل الدول العربيه، الكويت تعتبر ابن من ابناء مصر حقيقي. اي دوله عربيه هي ابن من ابناء مصر، لان مصر هي الام طبعا. هي اللي بتحاوط على كل الدول دول حقيقي. مصر هي اللي بتحمي كل الدول دول، مصر هي الرائدة في الوطن العربي كله. بصي يعني أنا هقولك على حاجة، في حاجة مهمة جدا لازم الناس تفهمها أو الوطن العربي كله يفهمه. الوطن العربي في حاجة إنه يشد قدر التاني، يعني إحنا مع بعض. إحنا في أزمة عالمية، وقبل كده برضو حصل هذه المناوشات، بس لم تتخطى اي حدود للعلاقات بين الدولتين. لان زي ما انت بتقول احنا عندنا دايما، احنا حتى احنا يعني القصه دايما بحس ان هم الاستثناء اللي بيطلع سواء من دوله الكويت او غيرها او غيرها او غيرها قبل كده، دي بيبقوا حاجه كده زي ما قلت لك، يعني حاجه استثنائيه انا دايما ما بحبش اتكي عليها. يعني حتى في النشر ساعات يعني بنرفض النشر اكتر من مره، لان احنا بنروج لحاجه مش حلوه، يعني حاجه استثنائيه. فانا كان رايي من رايي يعني ان احنا ما كناش لازم نروج او ما نردش عليها اساسا، انت فاهمني ازاي؟ بس عشان زي ما انت قلت احنا مصريين، واحنا دايما بنرد الاساءه بالاحسان، واحنا دايما عندنا الحس الفكاهي، واحنا دايما عندنا الكاركوتير بيتحكم فينا قوي، واحنا دايما بنحب نبين ان احنا مع وطننا قلبا وقالبا دايما، وبنحب نوضح الامور ونحطها في نصابها من اول العمل البسيط لحد الرئيس. دايما بيحب يكون ردودنا مختلفة على كل الأشكال، فده بيكون حاجة زي المود المصري بس مش أكتر. لكن في العام أنا برجح إن إحنا لما نلاقي طفرة زي دي ياريت ما نروج لهاش وياريت ما نذكرهاش، لإنها هتبوظ علاقات إحنا يعني لا إحنا أكبر من كده. الدول يعني أكبر من كده والعلاقات أكبر من كده بين مصر وجميع دول العالم، وخاصة الوطن العربي كله. يعني بالزبط. جميع الدول العربية الأشقاء، الكويت، السعودية، الإمارات، كل الدول يعني أشقاء لمصر بالزبط. وهم الأشقاء الأصغر لمصر الكبرى، واخد بالك حضرتك؟ وإحنا مصريين مع يعني في السعودية ما في مصريين كتير بالزبط. في الإمارات، في دبي، في قطر، في كل دولة في العالم مصر المصريين منتشرين. مصر يعني تلاقي أياديهم وتلاقي نجاحاتهم في كل دولة من دول العالم. عندنا أصدقاء من الدول العربية بيبعتونا يقولونا طب أنتوا بعد ما أنتوا مشيتوا الدولة بتاعتنا هتقوم إزاي؟ طيب. يعني هم بيبعتوا يقولك طب إحنا طب المباني، طب الناس الهندسة الإنشائية هناك هنعمل إيه؟ طيب العمارة، طيب المدارس، طيب المستشفيات اللي فضيت. في تخيل ان السعوديه عندها مشكله ان الاطباء المصريين ممكن جزء منهم كبير نزل هنا للاستدعاء. تخيل ان مثلا زي ما بقول لك الكويت عندها مشكله دلوقتي في الوحدات الصحيه. شوف التارجت بتاع الارقام حتى موجود ازاي بالنسبه لعدد السكان والكثافه السكانيه. اصبح في مشكله عندهم لما المقيمين هناك او العالقين نزلوا المصريين كل واحد راح وطنه تمام. النهارده هم عندهم مشكله في الدول العربيه بسبب عدم وجود عاملين مصريين او اساتذه مصريين او اساتذه جامعه او مهندسين ايا كان الموجودين، فهم اثروا تاثير جامد جدا بعدم وجودهم. طبعا طبعا بعدم وجودهم. لما تيجي بقى حد يعمل حركه زي ريم الشمالي دي وتقول لك اصل انا غيوره على وطني، لا حبيبتي انت مش غيوره على وطنك، انت عايزه انت الكبرياء والاستعلاء كشخصيه عندها عنف ذاتي، دي تحلل كده يعني دي شخصية عندها عنف ذاتي.
زي ما في عنف جسدي في عنف في المعركة مش عارفة في عنف لفظي، هي عندها عنف ذاتي. هي بتقسو على نفسها وبتستكبر ان هي تقول من كتر ما هي زعلانه باين على ان المصريين نزلوا ومحدش قادر يلبي لها احتياجاتها. فوالله العظيم انا بكلمها جد، فساعات بيروح طالع من الناس حاجات ايه خاطئه يعني من كتر ما هم حاسين انت ازاي سيبونا ويمشوا، او انا ما عنديش طلباتي دلوقتي لا تلبى، او مش عارفه ايه. فده خلاها هنفترض فيها حسن النيه، بس هي خدت نصيبها من السوشيال ميديا وربنا يبارك لها. هي وكل من يساور له نفسه ان هو يتكلم بالزبط. على الشعب المصري بالظبط. هنروح لحلقتنا واقول لك الست المصريه بقى الجدعه، الست المصريه اللي بتقف في الازمات، الست المصريه اللي بتثبت وجودها كل يوم طبعا عن يوم، وبتحط رجليها في المعترك السياسي والمعترك الاجتماعي، وبتحط رجليها في كل حته شريك للراجل، بتقول له بقى انا نزلت مجال العمل وحوري لك الست المصريه هتعمل ايه وتساعد ازاي بخبرتها بالام المصريه بحنيتها بكل مشاعرها الفياضه، ازاي بتقف لمواجهه الازمات في مصر. ازمه زي ازمه الكورونا اللي حصلت في مصر وكل العالم، ولكن مصر برضو تاثرت زيها زي دول العالم، الست المصريه كان ليها دور كبير جدا. عايزك تكلميني بقى عن دور الست المصريه في هذه الأزمة، إزاي كانت بتقف وإزاي حاولت إن هي كفرد من أفراد الأسرة تحافظ على الأسرة بتاعتها؟ أولاً طبعاً بدءاً زي بدء أنا بقدم التعازي لكل بيت مصري تأثر بأزمة كورونا، لأن طبعاً دي بتعتبر كارثة طبيعية من الكوارث الطبيعية وليست كارثة مثلاً مصطنعة أو كده. فأنا بعتبرها إن هي كارثة طبيعية، وأنا بقول لكم شدوا حيلكم، الموضوع مش بعيد عن حد. بقدم كل وخالص التعازي للأم المصرية اللي تأثرت، أو للأب المصري أو للابن المصري اللي تأثر بأزمة كورونا. ده أولا أقول لحضرتك على حاجة، الموضوع ما بقاش الست المصرية، أنا هستميحك عذرا النهاردة. النهاردة ما بقى الأسرة المصرية. النهاردة الأسرة المصرية واقفة صلبة جدا 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 في مواجهة هذا الفيروس اللعين اللي احنا مش عارفين له بالظبط هو فصيل ولا اتنين ولا تلاتة. مفيش بالظبط حالة مؤكدة بتؤكد لا علاج ولا مصل ولا حتى هو نوعه ايه. الموضوع بيجي في ثانية، يعني ناس محبوسة جوه البيت اتأثرت مع ان الناس دي واخدها بلاها جدا. فاحنا هنقدر نقول ان الست المصريه طبعا عليها عامل كبير جدا جدا، لان هي المسؤوله عن نظافه البيت، وهي المسؤوله عن نظافه اولادها، وهي المسؤوله عن نظافه زوجها والمطبخ والاكل والشرب والمكان الخاص بتقضيه الحاجات وكل حاجه. فهي عليها عبء قوي جدا. ده زائد بقى ان الست بس مش كده، لا ده كمان الست العامله بتاخد الجزء بتاع المسؤوليه ده، وبتاخد جزء مسؤوليه انها بتخرج للشارع وممكن ترجع بالفيروس لبيتها. فده عائق كبير جدا، ويعني حمل تقيل على الست المصريه اللي هي عماله تقول يا رب ما كنتش سبب في اذيه ولادي. هي عماله تدعي وتقول يا رب ما كنتش سبب في اذيه ولادي. فاحنا بنحاول على قدر الامكان، احنا بقى كسيدات عاملات في العمل العام او غيرنا او غيرنا او غيرنا، ده على مستوى مصر على فكرة، ولا هبة لوحدها ولا فلان لوحده ولا أي حد. السيدات المصريات بتحاول تعاون الست المصرية اللي هي الأكثر احتياجا. يعني احنا بنحاول نساندها، لأن ده دورنا بقى النهاردة. ده دورنا ان احنا نساندها في بيتها، ان هي تقدر. في منهم العمالة الغير منتظمة، في ست مصرية اللي هي بتنزل ولازم تنزل شغلها اللي هو الخاص عشان تقدر تصرف على أولادها. في منهم اللي مطلقات، في منهم الأرامل، في منهم اللي هم الدكاترة. يعني الست المصرية عليها عبء جامد جدا يعني. غير بص أكثر مما تتخيل. تمام. طب هناخد هبة من أسوان واروح لحضرتك تاني. هبة تفضلي. هبة ألو. ألو تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل أسوان الجمال. اتفضلي يا فندم. سؤال حضرتك اتفضلي. سؤالي لو سمحت، انا عندي اطفال مش بيقعدوا خالص في البيت. ما بيقعدوش في البيت. ما بيقعدوش خالص، عملت كل المقاولات، دخلت شبكة نت، جبت لابتوب، مش عايزين يقعدوا خالص مع انه المرض تفشى في بلدنا خالص يعني. فانا عايز اعرف ايه الاجراءات من الدكتورة حضرتك اللي انا عاملها في المنزل. انت قاعدة في البيت ووالدهم فين طيب؟ ولدهم والله مسافر
كبر يعني وانا مش قادره عليه. طب سنهم قد ايه؟ عند الواد الكبير 12 سنه والبنت 8 سنين والصغير 4 سنين. طيب حاضر هنجاوبك. حاضر شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اهو ده نوع نوع من انواع برضو اللي احنا بنقول ان احنا بنسندهم. اللي هو السيده اللي قاعده ملتزمه بنظافه ولادها وخايفه عليهم بس مش قادره عليهم، مش قادره تسيطر عليهم بقى. مش قادره تسيطر. فانا بنصحك نصيحه يعني لوجه الله ان انت هو الممنوع مرغوب. يعني ما تقوليش لا، ولكن قولي بقى انت كل ما يدخل البيت غسلت ايديك زهقيه. يعني هو اساسا انت كل ما تقول له لا ما تنزلش هينزل. لو قلت له ما تتفرجش على التلفزيون هيتفرج، لو قلت له ما تقعدش على النت هيقعد. فهو الطفل دايما عنده الحته اللي هي بتاعت الممنوع العند العين. فهو عنده الحته بتاعت الممنوع مرغوب. فانت ارجوك انت كل ما يخرج ويدخل انت بقى علميهم الادب، حط لهم رشاشه على الباب ان ما حدش هيدخل، وتقفلي الباب بالمفتاح عشان ما حدش يدخل يخبط. فانت لما هيخبط اول ما يدخل هتحطي له الرشاش في دي، اغسل ايديك على الحمام، اغسل ايديك على الحمام، اغسل ايديك. كل ما هتقولوا كده او حطي له، انتوا في اسوان اعرف ان انتوا عندكم حنفيه بره صح، حطي الصابونه صابونه بره وممكن هو والدنيا حر دلوقتي خلاص. كل ما انت داخل او خارج ابتدي اغسل في ايديك واغسل وشك، واغسل في ايديك واغسل وشك واغسل رجليك. بس برضو الاختلاط صعب، يعني هما لازم يفهموا الاولاد ان الاختلاط برضو صعب، لازم يبقى فيه توعيه. يعني انت لو خرجت ووقفت مع حد وحد كان عنده مصاب ووقفت قصاده، ما انت هتعدي اخواتك وهتعدي مامتك وهتعدي باباك، يعني الاسره كلها هتعدي. ما المشكله في ان هي لوحدها والاب غير موجود. فالمراقب واحد ليس اثنين. فهي قايمة بالدورين، بتنظف جوه أو ملتزمة بالبيت وعندها ملتزمة بأولادها خارجيا. فهي لما النهاردة طب هتعمل إيه؟ ابنها عنيد، ما هي حاجة من الاتنين، هي هتقفل عليه الباب من المفتاح وتقعده في البيت ومفيش خروج تمام؟ وهي لو قادرة على ده تعمله، يعني أنا يعني هي لو قادرة على ده تعمل، تقفل الباب من المفتاح ومفيش خروج، لأن لا في دراسة ولا في ناجي ولا في تعليم ولا في أي حاجة خالص. لكن لو هي من البيوت اللي هي المفتوحة اللي هي زي الدوار او قاعده الدنيا مفتوحه بالنسبه لها، فهي غالبا مش هتقدر تتحكم فيهم. يعني هي لو في شقه او في عماره هتقفل، انما لو هي في الدوار مفتوح او الدور ارضي او منها للشارع فهي مش هتقدر. وده اللي احنا بنعاني منه بقى، اللي هي الفجوات اللي هي بتاعت المناطق العشوائيه او الشعبيه في سواء في كل محافظات مصر، ما في كل محافظه في مكان عشوائي او مكان شعبي تمام. فده بيبقى فيه نوع من انواع الاختلاط الضاغط. فاحنا بالنسبه لنا انا بقول لك لو انت في دور عالي اقفلي الشقه بالمفتاح وقعديهم. لو انت في الدور الارضي والدنيا يعني مفتوحه لا، يا اما تحطي الحنفيه اللي انا قلت لك عليها بره وتزهقيه بقى والدنيا حر كل شويه تغسل ايديك عشان تقدري ان انت حتى تحافظي على صحتهم. يا اما ان انت تبتدي طبعا وان انت تدخليهم كل ما يدخلوا تزهقيهم بالكحول او بغسل الايد. الحاجه الثانيه بقى يا ريت تجتمع بيهم بالليل، كل يوم بالليل قبل ما يناموا. يا ولاد شفتوا حصل ايه؟ شفتوا كذا؟ الفيروس ده بيعمل كذا، بينتقل بكذا، بيعمل كذا. حاولي تديهم معلومات قبل حدوته النوم قبل ما يعني قبل ما يناموا. يعني حاولي تديهم معلومات على قد ما تقدري. ماشي. طيب هناخد فاصل قصير ونرجع لكي تاني. انا فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونعود اليكم بعد قليل، خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته. شكرا لكم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا ضيفتنا الاستاذه هبه فتحي الاعلاميه. اهلا بيك يا استاذه هبه. أهلا بعد بيك. الفاصل اهلا بيك، ربنا يخليك. في مشكله كبيره جدا يا استاذه هبه بنلاحظها، في احنا بنبقى خايفين عليهم، ودول احنا بنقعد نتعامل معاهم طول النهار. هم حراس العقارات، حارس العقار بيبقى هو ومراته واولاده. اولاده بيبقوا طول النهار في الشارع على باب العمارة واقفين، وخاصة بيكونوا أولاد صغيرين، بنات صغيرين أو أطفال صغيرين أو أولاد، بيبقوا في الشارع طول الوقت. هؤلاء الأطفال الواحد بيبقى شايفهم خايف عليهم جدا، لأن هم أكثر عرضة للإصابة. الفيروس بيكون على الأرض وهم طول وقتهم على الأرض حافيين، واقفين في الأرض ما مش مهتمين بحاجة، بيقع يتكعبل ويقوم ومامته تيجي تشيله من على الأرض. الأم دي بتيجي تطلع بتجيب لحضرتك ولغيرك ولغيرك من سكان العقار الحاجات اللي بتطلبوها منهم،
بيبقى معاه الفلوس وبتقف تكلمك على باب الشقه، بتديك الحاجه، بتاخدي منها الحاجه، المسافه بتبقى يا دوبك، مفيش منكم مسافات، مفيش تباعد. ولكن دي بتبقى مشكله كبيره جدا احنا بنبقى غافلين عنها. يعني حارس العقار واسرته، انا شايف ان على كل اصحاب عقار او كل سكان عقار ان هم حتى عشان ما نرهقوش ونكلفه، الكمامات غاليه، الكحول غالي، حاجات المطهرات دي غاليه، وهيقول لك انا مفيش في امكانياتي ان انا اجيب الحاجات دي كلها. ده حقيقي. ليه ما يبقاش مقترح لكل سكان عقار اللي هم يتعاونوا كسكان كلهم اتحاد ملاك، وان هم يبقوا مسؤولين عن تعقيم حجره الحارس، تمام، تعقيم اولاده، تعقيم الحارس نفسه وزوجته، فان هم يوفروا لهم جميع من كلور لكحول لكمامات على اساس هم يحموا نفسهم ويحموا الحارس. ايه رايك في الاقتراح ده؟ بص بقى هقول لك على حاجه. اتفضلي. المناطق اللي هي بتبقى زي المدن والكامباوندات والحاجات ديت، اوكي، قاموا فعلا بهذا الاقتراح. تمام. عملوا اللي انت بتقول عليه بالظبط. ما هي مصر كلها مش كامباوندات يعني، ما هو مصر ده اللي بقى هقوله لك. مصر عقارات وابراج وشقق ويعني بالظبط. بس بعض الاحيان او في بعض الاماكن زي مثلا فيصل، الهرم، او يعني بغض النظر من غير تسميه، في ابراج فيها حراس، بس الناس هناك الحراس بتوعهم بيخرجوا عمل اخر. بيروحوا يشتغلوا في المقاولات. دي برضه مصيبه كبيره جدا. بيبقى بيروحوا يشتغلوا في المقاولات او كده. المشكله بقى في شخصيه الحارس. شخصيه الحارس بيبقى جاي معزز مقارنه من بلد محافظه، ارياف بلادنا السعوديه او الارياف او ايا كان، بيجي بيبقى عنده حته التوكل على الله اكتر من الوعي يعني. تمام. طبعا طبعا كله لله يعني، انا ما اقصدش، بس انا بتكلم ان هو بيبقى عنده صدر واسع قوي. يعني تلاقي اولاده في الشارع يقول لك لا 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 يا استاذ انا مش عايز كمامه. تمام. بس انت بقى بالحكمه المفروض الناس اللي هي بتشتغل كده عنده حل من الاثنين. يا انت هتقبل ان انا اعمل لك التعقيم ده ماشي، واخد بالي كويس قوي ان هو ما بيخلش بيه، وده طبعا مهمه السكان. يعني ياخدوا بالهم جدا ان الحارس بتاع العقار ما يخلش بيه. تمام. او ما يقللش او يستهين بالعنايه بالنظافه او التعقيم او ايا كان. الاسانسير اللي طالع فيه ناس كل شويه، ناس طالعه وناس نازله. ما دي مهمه الاتحاد الملاك او مهمه السكان المسؤولين او الساكنين، ان هم يزودوا وعيه ويزودوا التعقيم. يعني يفضلوا هم ما يزهقوش انه يفضلوا يقولوا له، يفضلوا يقولوا له، يفضلوا يقولوا له، يفضلوا يقولوا له. لكن طبعا في حتت ثانيه بيضطر حارس العقار انه يخرج يشتغل عشان المرتب مش مكفي، فبيخرج يشتغل شغلانه تانية وبيسيب مراته واولاده، فمراته واولاده ممكن يخلوا بالامان العام، ممكن هو يحمل الفيروس من بره ويجي ينقله ليه. طبعا. وهم ينقلوا للسكان. فده بقى بيكون معلش عبء زياده على السكان، ان هم لازم هم تدريجيا وكل يوم وكل ساعه يقولوا له انت عقمت كذا، عملت كذا، غسلت ايديك بكذا، طب خد ادي ازازه الكحول، وتبقى بالتداول مع سكان العمارة. يعني كل شقة تيجي تروح مدية الحارس مثلا أسبوع، بس يبقوا متفقين مع بعض أنت الإزازة الكحول مثلا دي بتقعد أو التعقيم ده بيقعد معاك قد إيه، مثلا بيقعد معاه أسبوع. يبقى أنت عليك الأسبوع ده وأنت عليك الأسبوع ده وأنت عليك، عشان حتى يخف العبء المادي سواء على السكان أو عليه هو، عشان ما يتكلفش. وخاصة الكمامات كمان، أنت ما تطلعيش لأي يعني بالزبط. ننبه على مرات البواب وهي طالعة أول بواب. بس عايز أقول لك إن الموضوع ده صعب عندهم قوي. لا مش صعب يعني، ممكن بالحكمة الناس اللي هم الحكماء بتوع العقار ممكن يتكلموا، بص يا ابني عشان ما تأذيش حد وتأذي نفسك اطلع حط كمامة وودي للناس، ما أنت هتلاقي صاحب الشقة اللي أنت طالع له هو كمان حاطط كمامة. فأنت زيك زيه، ليه ما نحطش كمامة ووعي كده ببساطة وبهدوء على أساس إن إحنا برضو نحاول. الأعداد عمالة تزيد جدا وهنحاول إن إحنا وهتزيد الأيام اللي جاية. فلو ما كانش في وعي النهاردة، أنا مبسوط إن لقينا يعني تلات أرباع الشعب المصري دلوقتي ماشي بالكمامة. يعني أنا شايف الناس كتيرة جدا ماشية بالكمامة، الناس البسيطة أو في الشارع بقت ماشية بالكمامة. في المواصلات سواء الميكروباص بقى ماشي بالكمامة، بتاع التوك توك بقى ماشي بالكمامة. فاحنا عايزين نوعي، لان احنا لو كنا خدنا الكمامه من الاول خالص ما كناش وصلنا لكده. اللي انت بتتكلم فيه ده بقى هقول لك على حاجه بصراحه، عشان بس الناس اللي سامعاني والناس اللي عارفاني يعني ان انا بتكلم في الجزئيه دي. احنا شعب عندنا مشكله جامده جدا، مشكله تهور. وعندنا اكل العيش اهم من المرض. يعني احنا عندنا المشكله دي. ما انت لو ما حافظتش على نفسك واتصبت مش هتاكل عيش. هو بس دي بقى مشكله، ان انت تفضل تقول له كلمتين يا ستي مش عارفه ايه،
فهو الفكره في فكره ان ما التزمش الايام اللي فاتت بالكمامه الا لما اتاخد عليها اجراءات صارمه. وده انا بقوله كان المفروض يكون من اول يوم هنا في مصر. تمام. هذه الاجراءات كانت لازم تتم بهذا الشكل الصارم. لان احنا بصراحه يعني ما احنا بالنا طويل قوي يعني بنستنى ونفضل نستنى ولا لا. لغايه ما احس ان ابتلت العمليه دخلت في الجد ابتدي بقى احط كمامه وامسك كحول دول اوروبيه اتعلمنا منها كانت اعدادها كبيره جدا وزايده جدا ووفيات كبيره جدا. ابتدت النهارده بتفتح الطيران وفتحت الحظر، اسبانيا فتحت الجناين والدنيا بقت ماشيه عندها. ليه التزموا؟ الماديات بتوجع يعني طبعًا بتوجع الناس طبعًا. فلو كنا فرضنا عليهم هذه الماديات والتزموا بيها اليه التنفيذ انها اتنفذت من المسؤول صح من اول يوم، كان زماننا دلوقتي الاعداد قليله جدا ومفيش كل التهريج ده. يعني عايزه اقول لحضرتك النهارده انا شفت منظر يعني بجد كنت نفسي اصوره واجيبه يعني بس غصب عني. انا كنت النهارده في وسط البلد بخلص حاجات شؤون لبعض خدمات لبعض الناس يعني، وكنت في النقابه بتاع نقابه الاعلاميين، فعديت على بنك. تمام. عايزه اقول لك هو في ايه يا ناس؟ ليه 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 قاعدين جنب؟ يعني انتوا لابسين كمامه وقاعده بتتكلمي مع صاحبتي كنت في وشك في وشها كده ليه؟ يعني انت فاهمني ازاي؟ كنت عايزه انزل افرقهم. ليه انتوا مش عندكم الحته بتاعت انا لابس كمامه وخلاص انا عملت اللي عليا معاك؟ انت ما بتعملش اللي عليا معاك، يعني انت ما بتعملش ما بتلبسش الكمامه عشان الحكومه على فكره، ولا عشان حد يديك ما يدكش غرامه. انت بتلبس الكمامه وبتعمل تباعد عشان نفسك، عشان انت في لحظه ممكن يجي لك مرض وممكن لا قدر الله ما تلاقيش مكان في مستشفى. فالفكره في ان انت ما بتلبس، انت عارف اللي هو والله العظيم بيتكلموا كده يا استاذ هاني ان هو بيقول لك ايه انا عملت اللي عليا اهو، ايه بقى عايز مني ايه تاني؟ عايز مني ايه تاني؟ يعني طب في ايه يا ناس؟ يعني انت فاهم؟ يعني بنتعلم لسه، الناس بتتعلم. ناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. استاذ زكريا اتفضل. استاذ منتظر زكريا يا فندم، مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور يا فندم. مساء النور. منتظر زكريا طبعا منتظر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. دينا والهرم طبعا، وحقيقي من الناس الشخصيات العالميه اللي انك حاجتنا في منطقه الهرم ودايما بتوعي الناس دايما ودايما موجوده في الخير. ربنا يخليك يا منتصر. حقيقي بنتشرف طبعا احنا من فرع البرنامج ومبسوطين جدا من اللقاء. ربنا يخليك يا فندم. كنت حابب ان انا اقولها. اتفضل. اكيد طبعا دور الام كبير جدا في المرحله دي، ودور الست البيت مهم جدا. طبعا. وكنت دايما بختلف مع استاذه هبه دايما بتدي كل حاجه على الشت بس اكيد طبعا انا ربنا يكون في عونهم، الموضوع مش سهل بالصوره خالص. ربنا يعيش فيهم يا رب جميعا ويسترها معاهم كلهم يا رب. الموضوع كبير جدا للاسف، ودور الام مهمه جدا. للاسف في ناس بتجيب اكل تقوي من بره، في ناس بتشتري من سوبر ماركت بره وبتجيب حاجات، وللاسف كل الحاجات دي موجوده في كل الفروع وكل الاماكن التجاريه. اتمنى يكون في وقايه افضل، واتمنى ان كل ام تسمعنا ان هي تاخد بالها من ولادها جدا. الموضوع صعب جدا بجد، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يرفعنا البلاء وربنا يرفعنا الوفاء دايما. ممكن تخليك معايا بس يا منتصر على الخط ثواني؟ خليك معايا على الخط. منتصر زكريا من شباب الهرم اللي عملوا كتيبه بارقام تليفوناتهم من اكتر من تقريبا 20 فرد، ان هم اي احتياج لمريض كورونا واي احتياج لاسره متعطله او مش قادره تنزل او ادويه او كده، حطوا ارقام تليفوناتهم. عايزه اقول لك ان هو بيلفوا الهرم بيلفوه علشان الاحتياج الاشخاص، وفي منهم بعد الشر ناس يعني مرضت، لكن هم مستمرين ما همهمش. وعايزه اقول لك يعني انا برفع لكم الشابويا يا منتصر بجد، لان انتوا قايلين بواجبكم وزياده. هم دول بقى شباب مصر بقى. هم دول بقى مصر. انا بحييك يا استاذ منتصر، هم دول شباب مصر في الازمات بنلاقيهم، هم اللي بيقفوا وهم اللي بيكونوا في الخط الاول، وهم اللي بيدافعوا عن الناس الكبار وعن الاسر، وبيبقوا ابناء لكل اسره. حتى لو مش هو بابا ومامته، ولكن هو بيكون ابن ليهم وبيقف يحافظ عليهم وبيحاول يجيب لهم اي مساعده على اساس الناس دي ما تتصابش. انا بشكرك واتمنى كل شباب مصر يحتذوا بحذوك. شكرا ليك يا استاذ منتصر. احنا عندنا والله انت بقى لو هنجيب سيره الهرم وحدايا الاهرام والجزئيه دي هنجيب سيره الهرم وحدايا الاهرام، بس هناخد خلود ونرجع ليك. طب اتفضل خلود. اتفضلي خلود. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم.
انا خلود فتحي اخت الاستاذه هبه. اهلا وسهلا يا فندم. بشكرها جدا واشكر القائمين على البرنامج النهارده، دايما منورين يا رب كده. ربنا يخليك، شكرا ليك. طبعا على التوجيهات النهارده اللي انتوا قدمتوها لكل امه مصريه هي محتاجاها. الله يخليك. واحنا كان نفسنا ان كل البرامج تقوم بالموضوع دوت، ان الام هي دلوقتي اللي قاعده في البيت. تمام. اكيد طبعا المبادره الحلوه اللي دايما بتطلع من اهالي حدائق الاهرام والاستاذه هبه خاصه يعني. وطبعا هي منورانا دايما ومتالقه حبيبتي، وصدقوني مش عشان انا اختها يعني، بس هي فعلا قايمه بدور فعال. ونتمنى دايما يا رب كده ان البرامج كلها تعمل نفس اللي انتوا عملتوه النهارده. طب استاذه خلود بقى هسالك بقى، بما انك ام بتعملي ايه بقى انت كمان يعني؟ بعمل نفس اللي انت قلتيه، ما انت عماله توجهينا طول ما انت قاعده. تمام. على فكره استاذ هاني اللي بيسالك. انا اللي بسالك. بيقول لك حضرتك اللي بتسالني، سوري معلش. انا بعمل اللي هي بتقول عليه ده. تمام. طول ما هي قاعده بتوجهنا وتوجه، وبعدين واخده ولادي معاها في المبادرات اللي هي بتحصل ديت. تمام. فمخلياهم يعني ايه ده العين بتاعتها اللي موجوده معانا في البيت. تمام. ماما انت بتعملي بتقول عليه، استاذه هبه انت بتعملي بتقول عليه خلف، طول ما هم قاعدين كده. فده شيء طبعا كويس جدا ان احنا كل الامهات دايما هي جرس الانذار الموجود في البيت. شايفه الام المصريه والست المصريه في الازمه ديت ابتدت تتفاعل معاها وابتدت تاخد بالها وتكثر من حاجات النظافه وتاخد بالها من النظافه. ايوه فعلا. تمام. وحضرتك كمان قلت دلوقتي حاجه مهمه جدا، موضوع الحارس العقاري. تمام. دي قنبله موقوته يعني. انا قاعده والله موقوته بالبرنامج جدا، وعماله اقول للناس كلها اتفرجوا. ربنا يخليك. حاجات ممتازه للام والحارس العقار، يعني حاجات فعلا تفيد الناس في البيت. ربنا يخليك. نفسي والله من اول الازمه، احنا طبعا في اخر الازمه دلوقتي، ان شاء الله تعدي على خير. ان شاء الله باذن الله تكون في ميزان حسناتكم، وانتم النهارده متالقين يا استاذ هاني. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. ودايما يا رب كده يعني يبقى في ميزان حسناتكم. شكرا ليكي، وكل سنه وحضرتك طيب. انت امي وانت منوراني وانت اللي معلماني وانت اللي دايما مخلياني، وبتوجيهاتك ودعواتك يا رب دايما، ودايما افكارك اللي دايما بتقولها لي في التليفون كل يوم، يعني كل يوم تقول افكار. ايوه وانا انفذ على طول. ربنا يخليكم لبعض يا رب، كل سنه وحضرتك طيب. من ضمن برضو شباب مجموعة هاجر عادل ويارا عادل، ومجموعة الشباب زي منتصر وأمنية رمزي، واللي هم طبعا ولاد اللي هم بقى الاسيستنت بتوعي يعني. طيب احكي لي بقى يعني موضوع اللي انا عارف ان انت عاملة جروب الجيزة. الجروب دوت احكي لي جات لك الفكرة ازاي، وكان الهدف من الجروب ده ايه؟ والله انت بقى يعني الفكره، وهي الفكره بقى الايام اللي فاتت كان الجروب الحمد لله قد هدفه، وده يمكن من ضمن اللقاء اللي حصل بيني وبينك يعني. تمام. من القصه الجيزه النهارده فكره نبتت بيني وبين هاجر عادل اللي هي بنت اختي وشباب المتطور، وقلت لها احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه. احنا عندنا جروبات تانية وخاصة بالنوادي، وعندنا جروبات خاصة بالحدائق، وعندنا جروبات خاصة بالكتلة، وعندنا جروبات خاصة بجشع التجار، وعندنا جروبات خاصة بالمبادرات، ولكن ليس هناك جروبات خاصة بالعمل الإخباري والخدمي. فجينا من 6-7 شهور قلنا لازم نأدي التأدية الإعلامية والشكل الخدمي اللي احنا طبعا احنا كلنا هنقعد في البيت، وقلنا ما فيش اختلاط، ولازم ننفذ على نفسنا اللي احنا بنطلبه من الناس. الناس. فبالتالي كان لازم يبقى فيه وسيله كوميونيكيشن بيننا وبين الناس. ازاي نخدمهم واحنا قاعدين؟ طب ازاي نخدمهم واحنا يعني مش موجودين، يعني نقدر ان احنا نوصل لهم المعلومه او نقدر نوصلهم بالمسؤول. وكان من هنا الجيزه النهارده. الجيزه النهارده الحمد لله النهارده بقى قرب من ال 11,000 في غضون 6-7 شهور. تمام كويس. على ال 11,000 متفاعلين من انحاء الجيزه، مش بس من الهرم او حدائق الاهرام او كده، لا من كل انحاء الجيزه. الجمهور متفاعل كانه كان محتاج ومتعطش بعد اختفاء الجريده الورقيه ان حد يقول له الخبر الصحيح. تمام. طبعا احنا بنعاني في من بعض مشاكل، الناس بتنشر شويه حاجات كده. هي يعني دي بقى النقطه اللي عايز اقول لك عليها، الخبر الصحيح. تعالي النهارده امسكي الفيس. كل شويه اخبار يعني بيخلي الواحد مش عايز يقرا خلاص. ومعظم الاخبار دي بتبقى مغلوطه حقيقة. حتى في اعداد المصابين تبص تلاقي اعداد مزودين بالالف والالفين. الى ان ياتي بيان وزاره الصحه تبص تلاقي العدد ناقص الف او الف وشويه. الاخبار دي كلها بتسبب للناس الكبار او الناس اللي بتقرا على الفيس
نفسيه بتخلي نفسيتهم وحشه جدا. ده حقيقي. هنعالج الحته دي ازاي يعني؟ ازاي نستقي الخبر الصحيح؟ ما هو الخبر الصحيح لازم تلجأ للمصدر الصحيح. والمصدر الصحيح حاليا هي الصفحات الرسميه للدوله. يعني انت النهارده عندك صفحه مجلس رئاسه مجلس الوزراء، عندك النهارده صفحه الجيزه، عندك النهارده صفحه الداخليه، عندك النهارده صفحه الصحه، عندك النهارده صفحه زائد المؤسسه الخبريه اللي هي موثوق منها، زي الاخبار، زي الاهرام، زي انا مش عايزه اسمي طبعا، بس هو يعني احنا عندنا مؤسسات خبريه موثوق منها تقدر تستقي منها خبر، تمام؟ فاحنا النهارده يا ريت كل واحد ما ينقلش خبر وخلاص من على اي موقع الكتروني. ليه بقى؟ احنا النهارده السوشيال ميديا اصبحت الوسيله الخامسه لوسائل الاعلام. تمام. والنهارده برضو احنا عندنا مشكله ان الكتائب الالكترونيه، يعني مش شرط حتى اللي هي احنا بنقول الجماعه الاخوانيه او بنقول كذا، لا، في شباب بيكسبوا ان هم عايزين يروجوا اليوتيوب. في ناس بيحط خبر مغلوط، بيحط عايز ترويج، بيحط خبر مغلوط عايز يكسب منه فلوس، لان الفولورز عليه بيبقى عالي. تمام. لان احنا برضو دي عيب فينا، احنا لازم نصلحه. احنا لما بيجي لنا الخبر الصحيح، لا 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 مش صحيح، انتوا بتضحكوا علينا، لا الرقم ده ما بيردش، الرقم ده مش عارفه ايه. طب ماشي استمر، انت مش هتطلبه مره واحده وتقول لا، اطلب كتير، قول اكتب شكوى لمجلس الوزراء ان الرقم ما بيردش. خليك متفاعل ايجابي. لكن لما بينزل خبر عليه خبر وحش او في حاجه واو تشد يعني مش مظبوطه، او خبر عنيف، او خبر فيه حاجه محزنه، تلاقي الناس كميه الكومنتس عليها بطريقه غير طبيعيه. طيب هناخد فاطمه وارجع لحضرتك تاني. اتفضل فاطمه، اتفضلي. هاي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن لو سمحت عايزه بس مسافر، القاهره. انا من المنوفيه مسافره القاهره ومعايا اطفال، فايه الاحتياطات اللازمه المفروض اخدها؟ انت من المنوفيه ورايحه القاهره؟ اه زياره يعني. طيب انت مروحه في عربيه خاصه ولا في عربيه اجره؟ لا انا بتعب من العربيه فبضطر اسافر قطر للاسف الشديد. طب ليه ما بتاخديش التدابير الاحترازيه بتاعتك، يعني الكمامه والكحول ليكي وللاولاد؟ هل هو كمامه وكحول؟ لان انا معايا طفلتين، واحده 4 سنين وواحده سنتين، فعايزه اتاكد بس هي كمامه وكحول بس ولا فيها حاجات اكتر انا ينفع اعملها؟ هو الكمامه والكحول، يعني هو مفيش اكتر من الكمامه والكحول اللي انت وتحاولي ان انت تحافظي ان انت تبقى في مسافات بينك وبين اي حد، يعني ما تخليش الاولاد قريبين من حد. خدي اماكن تبقى انت والاولاد لوحدك بس، يعني كميه. أيوه. مثلا ما تقعديش جنب حد، كل الحاجات دي هتساعدك. واكتر حاجه تعمليها بقى ان انت لازم تقعدي في مكان جيد التهويه داخل القطر. تمام. زائد ان تتحكمي في اولادك ان يقعدوا جنبك ما يلمسوش على ايدي الكراسي، ويا ريت قبل ما تقعدي على الكرسي ترشي طهرك بكحول الايدين بتاعه الكرسي. تمام. ايوه. ولو قدرتي وفي ماديا تسمح ان انت تلبسي جلافز عقبال ما تتنقلي من مكان لمكان، واول ما تنزلي من القطر تروحي ماسكه الجلافز مقطعاه او حاطاه في كيس نايلون وربطاه ورمياه. تمام. عشان تنطقي شر ان انت تلمسي مع اي حاجه. تمام. ويا ريت بس اهم حاجه التباعد، زي ما قال استاذ هاني التباعد، يعني بلاش نفسك في نفس حد، حاولي ان انتوا تبقوا قاعدين في المكان التهويه جيده، وربنا يستر عليكم يا رب ويحفظكم عقبال ما توصلوا. طب وبالنسبه للجلافز لازم برضه البس الاطفال نفس كده؟ لو في جلافز صغير لبسه لهم يا ريت. خلاص. عشان يبقى قابل للرمي. طيب واللي هي 8-5-5 دي هي بتحل محل الكحول؟ يا ريت كحول افضل. هو بص انا هقول لك على حاجه، انت عارفه البرفان الريحه بتاعتنا اللي هو الكولونيا 5-5 البرفان، اي حاجه فيها كحول نسبه كحول بتنفع برضو. ماشي. يعني تاخدي بالاحوط وخدي الكحول وتوصله بالسلامه. ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه. استاذه هبه، الوقت معاكي خلص بسرعه. وعدى معانا الحلقه خلصت، واحنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي للمراه المصريه، اتكلمنا عن المصريين عموما وان مفيش حد بيستفزهم مهما قالوا، ايا كان هو فين وبلده ايه ما بيهمناش، احنا المصريين واثقين من نفسنا قوي طبعا، وعارفين احنا ايه وفين ومكانتنا فين.
اتكلمنا عن دور المرأة المصرية، اتكلمنا عن حراس العقار بالنسبة للعمارات بالزبط. ودي كانت حاجة مهمة جدا لازم نوعي الناس عليها، ان هما لازم يهتموا بان حارس العقار يكون مطهر تماما، اوضته مطهرة، الاسانسير، العمارة، كل حاجة تخص بيه، ويبقى لابس الكمامة والجوانتي على اساس لما طلع بيدي حاجة او بيجيب حاجة للساكن يبقى كل ده مأمن نفسه وما يبقاش في اختلاط. انا بس رجاء خاص بقى قبل ما نخلص فضلي. الحلقة بوجه يعني نداء واستغاثة لكل مسؤول في الدولة مسؤول عن آلية تنفيذ قرار. تمام. لو سمحت انت مسؤول عن أرواح ناس دلوقتي، بلاش تستهتر بآلية التنفيذ. يعني احنا الرئاسة عندنا بننزل قرارات حاسمة جدا للمواطن، كويسة جدا، مجلس الوزراء بنزل قرارات كويسة جدا للمواطن. أرجوك أرجوك، وانا من هنا طبعا بعد اذنك يا استاذ هاني برفع الشابوه للواء احمد راشد محافظ الجيزه، الراجل بجد بجد قايم باللي عليه كل وزياده، كل القيادات بصراحه يعني مهتمه لان الوضع خطير وبيحافظوا على كل بس انا بستسمح عذرا، خد بالك يا سياده المحافظ من اليه التنفيذ على الارض. اليه التنفيذ على الارض في بعض الاحيان بيكون برضه فيها بطء او فيها اخطاء جسيمه او فيها تراخي، فبلاش احنا مش عايزين نضيق على المواطن، بس في وقت الشده لازم تضيق على المواطن لان ده في مصلحته. شكرا ليك يا استاذه هبه، وسعدت بيكي، ونتمنى ان شاء الله تكون معنا في حلقات اخرى ان شاء الله لبيان دور المراه المصريه في مواجهه الازمات. انا اللي سعيده جدا بوجودي معاك استاذه هاني، ويا رب تتكرر دايما يا رب دايما. اعزائي المشاهدين، في نهايه لقائي بشكر الاستاذه هبه فتح الاعلاميه، وبنقول لها انت كست مصريه نموذج لاي ست مصريه بتخاف على بلدها قوي وبتخاف على أسرها وبتخاف على كل المحيطين بيها. نتمنى كل ست مصرية تبقى مهتمة جدا بأسرتها، مهتمة بوطنها، تخاف على اللي معاها عشان ربنا يسترها علينا ونعدي الأزمة دي ونعدي الغمة ديت، وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر وشعبها وأهلها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، على أمل وعد أن يتجدد لقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.